Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la uhsi senan aleyke ente kema esneyte ala nefsike fi furkanik ve esna aleyke habibuke bi iznik ve esneyte aleyke bi cemi'i mesuatike bi intaqik. Subhaneke ma arifnake hakka marifetike ya maruf bi mu'cizati cemi'i mesuatik ve bi tavsifati cemi'i mehlukatik ve bi tarifati cemi'i mevcudatik. Subhaneke ma zekernake hakka zikrike ya mezkur بألسنة جميع مخلوقاتك وبأنفس جميع كلمات كتاب كائناتك وبتحيات جميع ذوي الحياة من مخلوقاتك لك وبموزنات جميع الأوراق المهتزة الذاكرة في جميع أشجارك ونباتاتك. سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشكور بأثنية جميع إحساناتك على إحسانك على رؤوس الأشهاد وبإعلانات جميع نعمك على إنعامك في سوق الكائنات وبمنظومات جميع ثمرات رحمتك ونعمتك لدى أنظار المخلوقات وبتحميدات جميع موزنات أزاهيرك وعناقيدك المنظمة في خيوط الأشجار والنباتات. سبحانك ما أعظم شأنك وما أزين برهانك وما أظهره وما أبهره. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا معبود جميع الملائكة وجميع ذوي الحياة وجميع العناصر والمخلوقات بكمال الإطاعة والامتثال والانتظام والاتفاق والاشتياق. سبحانك ما سبحناك حق تسبيحك يا من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده تسبح بحمدك السماء والأرض بجميع تسبيحات جميع مصنوعاتك وبجميع تحميدات جميع مخلوقاتك لك. سبحانك تسبح بحمدك الأرض والسماء بجميع تسبيحات جميع أنبيائك وأوليائك وملائكتك عليهم صلواتك وتسليماتك. سبحانك تسبح بحمدك الكائنات بجميع تسبيحات حبيبك الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم وبجميع تحميدات رسولك الأعظم لك عليه وعلى آله أفضل صلواتك وأتم تسليماتك. سبحانك يا من تسبح بحمدك هذه الكائنات بأصلية تسبيحات محمد عليه الصلاة والسلام لك إذ هو الذي تتموج أصلية تسبيحاته لك على أمواج الأعصار وأفواج الأجيال. اللهم فأبت على صفحات الكائنات وأوراق الأوقات إلى قيام العرصات أصلية تسبيحات محمد عليه الصلاة والتسليمات. سبحانك يا من تسبح بحمدك الدنيا بآثار شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم فزين الدنيا بآثار ديانة محمد عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيام. سبحانك يا من تسبح بحمدك الأرض ساجدة تحت عرش عظمة قدرتك بلسان محمدها عليه الصلاة والسلام. اللهم فأنتق الأرض بأقطارها بلسان محمد عليه الصلاة والسلام إلى يوم البعث والقيام. سبحانك يا من يسبح بحمدك جميع المؤمنين والمؤمنات في جميع الأمكنة والأوقات بلسان محمدهم عليه الصلاة والسلام. اللهم فأنتق المؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيام بأصلية تسبيحات محمد لك عليه الصلاة والسلام.